من أكثر الأخبار الحزينة اللي حاليا منتشرة مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحون يقتلون شقيق لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم علام هاوي، يعني أخوه الأكبر، وهذا شيء حقيقة ضج مواقع التواصل الاجتماعي. وآخر منشور كان للاعب علام هاوي بستوري ذكر بي وقال: ها أخوي حمودي ليش عفتوني، كانوا أنا أخوكم، الله أكبر. وحقيقة هذا الأخ الأكبر بعد أيضا وفاة أخو اللاعب علام هاوي الأصغر بسبب المرض، اليوم أخو الأكبر أيضا توفى بظروف غامضة ما نعرف شنو سببها، وما نقدر نقول غير أنه حسبي الله ونعم الوكيل. تعازينا الحارة للاعب وأسرته بهذا المصاب. وحقيقة ما نعرف بالعراق ليش دائما يعني الشخص ينقتل بدون معرفة الأسباب، خصوصا اللاعب علام هاوي لاعب معروف وكل الجماهير والناس تحبه، خسر أخو الصغير بسبب المرض، واليوم يخسر أخو الكبير بظروف كلش غامضة. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يصبركم بهذا المصاب.